وحول الجهود المصرية لاحتواء الأزمة، معنا عبر الهاتف سيادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير، متابعة من الرئيس بشكل مباشر من خلال مركز إدارة الأزمات الاستراتيجي، استمرارا بالتأكيد للموقف المصري الداعم للقضية، قراءتك للمشهد برمته. واقع الأمر أن الجهود المصرية حضرتك لخفض التصعيد والتهدئة سابقة على التطورات الأخيرة في قطاع غزة وجنوب إسرائيل، لأن مصر تدرك أنه أي مواجهة عسكرية بين حركة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل إذا لم يتم احتوائها في أسرع وقت ممكن حضرتك تتفاقم وتنذر بمواجهة أوسع تشمل الضفة قطاع القطاع والضفة الغربية بأشملها. فمصر كانت بتبذل جهودها ولا شك أن هي تواصل حضرتك اتصالاتها مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، سواء بنتحدث عن السلطة الفلسطينية أو عن قيادات حركة حماس وقيادات الجهاد الإسلامي في قطاع غزة. مما لا شك فيه أن الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة السيد بنيامين نتنياهو تتحمل المسؤولية في هذا التدهور الكبير في الأوضاع الأمنية في قطاع غزة. تتحمل هذه المسؤولية لأنها حكومة متطرفة، حكومة لا تعمل من أجل السلام أو لا تعمل من أجل استئناف عملية السلام مع الجانب الفلسطيني، بالإضافة إلى أنه الظرف الإقليمي الحالي صراحة بيحبط أمال الشعب الفلسطيني في إمكانية تحقيق حل الدولتين، وهناك شعور عام بين الأخوة الفلسطينيين سواء في الضفة أو غزة أن قطار التطبيع بين إسرائيل والدول العربية يمضي إلى الأمام، والقضية الفلسطينية لا تتحرك خطوة واحدة إلى الأمام نظرا لضعف أو غياب الإرادة السياسية الكافية لدى الإدارة الأمريكية الحالية ولتطرف الحكومة الإسرائيلية الراهنة ومواقفها المتشددة تجاه الفلسطينيين، ودوت تجسد أمامنا في الاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى، في التوسع في الاستيطان، في استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة. فطبعا يعني نتفهم الإحباط لدى الشعب الفلسطيني، وإن كنا ندعو إلى خفض التصعيد وإلى دعوة كافة الأطراف إلى مائدة المفاوضات وعلى رأسها الحكومة الإسرائيلية. أشكرك جزيلا عبر الهاتف سيادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق.